بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 تسلمت مديرية أوقاف الغربية الدفعة 11 من لحوم صندوق الأضاحي ومقدارها 4 أطنان. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت 11/9/2021 وصلت الآن إلى محافظة الإسكندرية السيارة رقم 12 محملة ب 3 طن. عدد ما وصل محافظة الإسكندرية حتى الآن 45 طن. تسلمت اليوم السبت الموافق 11/9/2021 مديرية أوقاف القاهرة 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي. والسلام عليكم ورحمة الله.